أهل الكبائر. أخواننا المحرمات على أربع درجات، أربع مراتب. المرتبة الأولى صغائر، أعلى من الصغائر كبائر، أعلى من الكبائر شرك أصغر، أعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. ما هي الكبائر؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن وطرد وغضب والبراءة من فاعل أو شبه بأقبع الحيوانات أو ليس من المؤمنين المتقين أو أنه من المنافقين من كذا، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. والكبائر تتفاوت، نعم تتفاوت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر. تمام، هل تكفر بالعمل الصالح أو لا بد لها من توبة؟ الأفضل والأحوط أنه لا بد لها من توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وقال الجمعة للجمعة كفارا لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. حكم صاحب الكبيرة، هل هو مؤمن كامل الإيمان أو كافر كفر أكبر؟ لا هذا ولا هذا، هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. هل يحب أو يبغض؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق وكبيرة. هل يجالس على ارتكاب الكبيرة؟ لا. طيب، هذه مباحث في الكبائر. هل الكبائر معدودة أو محدودة بحدود؟ ليست معدودة، لا أحد يستطيع أن يعد الكبائر كما تعد أركان الإسلام والإيمان. حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر قال منها، مفهوم؟ نعم، قال صحيح. نعم، قال لا يخلدون، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكن لا يخلد أصحاب الكبائر في النار. نعم، إذا ماتوا وهم واحدون، هذا هو المهم، يكون على التوحيد. نعم، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن تاب الله عليهم، لأنهم لو تابوا تاب الله عليهم. نعم، بعد أن تاب الله عليهم. نعم، وأمضي مشيئته وحكمه إن شاء ربطهم على عدم فضله كما ذكر عز وجل في كتابه، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. نعم، وإن شاء عذبهم في النار بعدل. نعم، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين في النهر ضاعته. تقدم معنا أنواع الشفاعة، وقلنا أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلود أبدا إذا مات على التوحيد. نعم، ثم يبعثون إلى جنته. نعم، وذلك أن الله تعالى تولى معرفته ولم يجعله من دارين كأهل مرته. نعم، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الرحيم، أن يجعل أهل الإيمان كأهل الكفر. وهذا الكلام الذي يقوله أهل الباطل أن لله تعذيب الطائع وثابة العاصي، لا يمكن يقال بحق الله سبحانه وتعالى هذا. نعم، ولم يجعلهم في الدارين كأهل مرته الذين خاضوا بهدايته ولم ينالوا بولايته. نسأل العافية والسلامة. نعم، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. نعم، ونرى الصلاة خلق كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. انتبه، ايش يقول؟ ونرى الصلاة. ليش؟ هناك أناس لا يرون الصلاة خلف من؟ خلف أهل الكبائر، خلف الحكام والرؤساء. يا أخواننا، كل من استقبل القبلة نحكم على ظاهر بإيش؟ بالإسلام. عندنا قاعدة اسمعها، قالها الشيخ بن عثيمين رحمه الله وارتاح. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كل من صحت صلاته منفردا صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. مرة أخرى، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. انتبه معي الآن، شارب الخمر نسأل العافية والسلام، آكل الربا،
لو صلى منفردا صلاة صحيحة؟ نعم، إذا إمامته صحيح. هو أحق بالإمامة أو لا؟ تتقدم تبحث عن مسجد ليس فيه إلا إمام صالح، هذا أمر آخر. لكن لو صلى بنا الصلاة صحيحة أو لا؟ صلاة منفردا صحيحة؟ نعم، إمامته صحيحة. يقدم لا يقدم، من يقدم في الإمامة، هذا أمر آخر، مفهوم؟ إذا عندنا قاعدة، كل من صحت صلاته منفردا صحت إمامته. ما لم يمنع مانع، لأنه ممكن يستشكل علينا بعض الناس، قال المرأة الآن تصلي منفردة صلاتها صحيحة، يصح أن تؤم بنا؟ نقول مانع، المرأة ما تؤم بالرجال، المرأة تؤم بالنساء، مفهوم الشيخ؟ إذن ما هي القاعدة؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. لكن أيهما أولى بالإمامة؟ تتحرى المسجد الذي فيه السنة وتتحرك. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام لأسباب، منها أنهم يحكموا ببطلان الصلاة، بطلان صلاة المأمومين. الإمام الآن أحسن لنا وله، أساء لنا وعليه، مفهوم؟ لو صلى الإمام بغير وضوء، مفهوم؟ صلينا خلفه صلاتنا نحن صح، لأن ما ندري عنه. طيب، صلى ساحر صلى، تصح الصلاة خلف الساحر؟ لأنه لو صلى منفردا صلاة باطلة، لأنه الساحر كافر كفر أكبر، مفهوم الشيخ؟ إذا كل من صحت صلاته صحت إمامته، ما لم يمنع مانع. نعم، وعلى من مات منهم، لأنهم هم لا يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد إلا خلف إمام معصوم. من أين جبع زمان معصوم طيب؟ طيب الصحابة رضي الله عليهم صلوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلف من؟ خلف بعض الصحابة، صلوا خلف أبو بكر الصديق صح، وليس إمام معصوم. نعم، ثم الآن الحج والجهاد والإمامة والجمع والجماعات باقي إلى يوم القيامة. معنى هذا الكلام إذا قالوا لا يصلى إلا خلف إمام معصوم، معنى هذا لا صلاة صحيح ولا جمع ولا جماعات ولا جهاد ولا حج. نعم، وكذلك الآن كل من مات على الإسلام حتى من أهل الكبائر يصلى عليه، نعم يصلى عليه، لكن قد يمتنع إمام المسجد أحياناً، ومن لهم شأن يمتنع من الصلاة على أصحاب الكبائر. لماذا؟ تأديباً للناس، مفهوم؟ يعني يقدم صلاة على إنسان كان يرتكب الكبائر. يأتي الشيخ علي وقال أنا ما أصلي، يا أخي صلي، قال والله ما أصلي. لماذا ما يجوز الصلاة؟ قال يجوز الصلاة عليه، صلوا أنتم عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبه. لماذا؟ قال أريد أدب عن جماعة المسجد حتى ينتبه الناس ما يرتكبوا الكبائر. وأخذ الناس بالحزم هو الذي كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، مفهوم يا إخواننا؟ نعم،